بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله اخواتي، كنتم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم واحد الكورس بالفينو تيجر طب رائع جدا، فكنتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه باش يوصلكم التاليف. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهذا الكورس هذا غنحتاجه على بركه الله 600 غرام ديال الدقيق ديال الفينو. طبعا الحال الدقيق ديال الفينو كنا كنعرفوا انه الدقيق ديال القمح ممتاز. بالنسبه للاخوات اللي تعذر عليهم انهم يلقاو هذا الفينو خصوصا في الدول العربيه ويعني في اللي على برا، فما عليهم انهم يديروا السميده. غير هو بلاصه التميده ينقصوا كاس يعوضوه فرص. يعني انا عندي هنا 600 غرام ديال الفينو، يديروا 500 غرام ديال السميد، يعني السميده ديال الحرشه ولا ديال البسبوسه، ويديروا معاها 100 غرام ديال الدقيق ديال الفرص. انا غادي نستعمل 600 غرام ديال الدقيق ديال الفينو. غنحتاجوا على بركه الله كاس مخلط، كاس تاع العنبه بطبيعة الحال مخلط ما بين الزيت النباتيه والزيت والزبده، يعني نصو زيت نصو زبده. الكاس تاع العنبات يدير واحد 150 حتى 170 مليلتر. هي اللي عندنا هنا مخلطه بين الزبده والزيت مذوبين. عندنا السكر بطبيعة الحال انا عندي استعملت نص كاس ديال العنبه، يعني واحد 80 غرام. نتوما حاولوا ديروا السكر حسب الذوق، انا نقص شويه الحلاوه، نتوما ديروا السكر حسب الذوق ديالكم. الا بغيتوا الكرص يجيكم حلو ديروا كاس تاع العنبه ديال السكر. عندي هنا 3 معالق كبار ديال حليب غبره، حليب غبره الا ما كانش متوفر تنديروا واحد الياغورت مسوس، الا ما كانش عندنا الحليب غبره تنديروا واحد الياغورت مسوس، وبدل ما نجمعوا بالماء كنجمعوا بالحليب دافي. يعني كنتمنى باش ما نبقاش بزاف، يعني بزاف كطرح اسئله على الحليب غبره، ما عندناش حليب غبره، ما عندكمش حليب غبره. انا هنا استعملت 3 معالق كبار. حاولوا ديروا الحليب واحد ياغورت مسوس وعجنوا بالحليب دافي. عندي هنايا معلقه ديال الخميره الفوريه ديال الخبز، عندي بيضه، معلقه ديال الزنجبان كبيره، معلقه ديال النافع البستاني كيف ما كتشوفوا النافع البستاني. اللي بغى حبه حلاوه يديرها، واللي بغى كذلك اما حبه حلاوه ولا النافع العادي. وانا استعملت هنا النافع البستاني لانه كيعطي واحد المذاق جد رائع للخبز. وطبيعة الحال عندنا الملحه وعندنا الماء دافي باش نجمع، يعني تقريبا قد جميع المكونات. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. بالنسبه للطريقه بطبيعة الحال تناخذ جميع المواد اللي هي جافه، يعني المكونات اللي كتكون ناشفه تنخلطوها مع بعضياتها. عندنا هنا الحليب غبره، عندنا السكر سنيده، عندي الخميره ديال الخبز. انا عندي هنا الخميره هذه ما بلا ما يعني ما تحتاج انني نديرها في الحليب ولا في المدافي، يعني كنخلطها مع هاد المكونات هادو. الا كانت عندكم الخميره الاخرى حاولوا تذوبوها شويه في المدافي مع شويه ديال السكر. عندي زنجلان اللي ما تيبغيش، هاد حبه حلاوه هاد النفع البستاني اللي ما تيبغيش يمكن له يدير الفاني، يعني نسم بالفاني، نسم بقشره ديال الحامضه، نسم بقشره ولا قشره ديال الليمون برتقاله، نتوما واللي بغيتو. درنا المكونات الجافة هنايا، نحاول على بركة الله أنني نخلطها مع بعضياتها. من بعد ما خلطنا المكونات الجافة مع بعضياتها، غادي نجيبو على بركة الله داك الكاس ديال العنبة اللي مخلط زيت وزبدة، نحاول نفرغو. وغادي نحاول على بركة الله ندخلو في هاد المكونات الجافة. بحال غادي نبسس هاد الكرص هذا، وانتم غتلاحظوا معايا كيفاش غادي ندير. من بعد ما دخلنا داك الزيت والزبده، يعني كنحاولوا نبسسو بحال غنبسسو البسبوسه كان ولا الحرشه، كنحاولوا ندخلوا داك الزيت والزبده في هذاك الدقيق. غادي نحاولوا على بركه الله نضيفوا ديك البيضه، الحبه ديال البيض اللي عندنا، وغادي نبداو على بركه الله نجمعوا العجين ديالنا. ديما كنقولها ونعاودها، واحد اليد كنجمعوا بها واحد اليد كنضيفو بها الماء بالتدريج، يعني الماء تيمشي تدريجيا. هنا لاحظوا معايا اخواتي، من بعد ما ضفت الماء بالتدريج لاحظوا معايا العجينه كيفاش دايره. راه نصيحه مني، راه العجينه تاعت الكرص راه ما خاصهاش تجينا بحال العجينه ديال الخبز. العجينه تاعت الكرص خاصها تكون مرخوفه كتلصق. شوفوا ونعطيوها الكف، نعطيوها التريك مزيان. طبيعه الحال اللي عندها الماكينه وبغات تستعمل عجانه فتستعمل عجانه، غادي ترد تكون يعني ترد البال مع الماء، خاص العجينه تكون مرخوفه. ها وهذيك الطريقه اللي درنا ليها ديال اننا كنبس كناخذ الفينو
وتندخلوا ليه الزيت والزبده راه ما تيخليش لنا العجينه تلصق لينا بال تتولي كاينه بعض كاين السيدات اللي كيعجنوا الكرص وتبقاو يديهم التخين بالعجينه وكيوحلوا معاهم كديروا نجيهم هانتوما كتلاحظوا انا تنعجن ما كان دهنا راسها يعني ما تندهن ما والو يديها هما نقايه يعني تنحاول ندلك غير بالكف بحال هكا ونعطيوها الكف ندلكوها مزيان صافي غادي نحاول ندلكها كيف ما قلت لكم شوفوا هانتوما نعاود نقول لكم لا تهان شوفوا الكتفه ديال العجينه راه يعني خاصها تكون هكا مرخوفه ما تكونش يعني بحال غادي نعجنوا الخبز العادي ديال الدار ولا يعني خاصها تكون شويه مرخوفه الا بغيتوا تحصلوا على واحد القرص رطب وهشيش هنا كتلاحظوا معايا اخواتي من بعد ما عجناها ودلكناها مزيان غادي انا خديت واحد البول هكا كما شفتوا تاع الزاج دهنته بالزيت درت فيه العجينه ديالي وغادي نخليها حتى وكان تضاعف الحجم ديالها خليوها واحد ساعه المقله تقريبا دابا كنعرفوا بدا شويه تيبرد الحال ماشي بزاف غنخليها واحد ساعه المقله حتى تبان ليا انها تضاعف الحجم ديالها وغادي نرجعوا نشكلوها هنا كتلاحظوا من بعد ما تضاعف الحجم ديال الخبز ديال القرص ديالنا يعني حاولوا العجينه يتضاعف الحجم ديالها كنحاول نفرغ من هذا الهواء انا غادي نزولها من هذا نزولوها من هذا الاناء ونحاول نفرغوا الهواء غير بهذه الطريقه هذه وتنقطعوها طبيعي الحال القريصه تيكونوا صغار يعني نتوما ديروا على حسب اللي بغيتوا 12 قياسه 14 قياسه اللي بغيتوا نتوما اللي بغيتوا صغير ولا كبير انا غنحاول ايطالي بحال هكا نحاول نزولي بحال هكا على غادي نحاول نقطع هنا كما كتلاحظوا قطعتها 12 قطعه غادي نوبيكم يعني يكونوا متساويين غادي نجيبو على بركه الله نحاول اللول بها كيفما تشوفوا غادي ناخذ شويه ديال الفينو دقيق الفينو ولا ديروا السميده اللي بغيتو وتنحاولوا ندوزوا لها وجهها بهذه الطريقه هذه بحال هكا وتنزلوهم في اللاطه ديال الفرن طبيعي الحال ملي تنزلوهم تنخليهم يعاودوا يخمروا مده واحد نص ساعه تقريبا من بعد ما تيخمروا فتندخلوهم الفران يكون مسخن من قبل ما تياخذوش بزاف الوقت في الطياب يعني واحد 15 دقيقه الى كثروا 15 دقيقه كيكونوا واجدين العافيه تكون على 200 درجه يعني الطياب ديال الخبز صافي تنخرجوا هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي القرص طبيعي الحال من بعد ما شكلناه وخليناه حتى كان يخمر غير انايا بسطتو واحد شويه قبل ما يخمر يعني ما كان اللول بوت نحاول نبسطو شويه بيدي كتلاحظوا ان الحجم ديالهم تيتضاعف دابا غادي ندخلهم الفران اللي مسخن من قبل غادي ندخلهم تياخذوا الوقت بزاف شعلوا عليهم من الفوق لتحت واحد 15 دقيقه كيكونوا واجدين القرصة تاعنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما وجدوا كيف ما قلنا ربطوا معاهم بالطياب الطياب لانهم دغيا تيطيبوا العافية الفران يكون مسخن من قبل على 200 درجه ملي ندخلهم نخليهم على واحد 180 تقريبا وكنخليهم يطيبوا كنشعل عليهم من الفوق ولتحت طبيعي الحال اللي عندها الفران ديال الغاز تشعل عليهم من تحت يطيبوا وتحمرهم من الفوق واللي عندها الفران ديال الضفه كتشعل عليهم كدير من الوسط كتشعل عليهم من الفوق ولتحت غادي نحاول نقسم معكم واحد الخبيزه باش تشوفوا كيف تيجيو من الداخل هانتوما لاحظوا معايا اخواتي الخبز تاعنا كيف تيجي الكريصه تاع البليطو ها كيف تيجي يعني شي حاجه اللي هي رائعه كيجي وشاش من الداخل كما كتشوفوا كما كنقولوا حنايا مفشفشين وتيجي رطب هذا الكرص هذا فكنتمنى ان شاء الله تجربوه وتعطوه لوليداتكم يعني هذا الكرص هذا انا تنديرو تيعجب الوليدات لان يعني فيه هذاك المذاق ديال الزنجلان والنافع شي حاجه اللي هي صحيه اولا يعني كنعرفوا هاد الحبوب هادو المنافع ديالها ونعطيوهم لوليداتنا بحال هكا يدي مع فريميجه ولا مع هكا يعني شي حاجه الكوتي اللي بحال هكا مع الصباح ولا كنعرفوا الوليدات متيبعوش شي فطور مع الصباح وكنوعدكم ان شاء الله ان كيف ما درت داك العام بحول الله وقوتي كنت درت مجموعه ديال الوصفات طختيني في الخبز فان شاء الله ترقبوا وصفات غادي يكونوا ان شاء الله طختيني تاعنا في الخبز وبمكونات اللي هي سهله وصحيه المهم هي صحيه خاصنا نركزوا على داكشي اللي تياكلوا وليداتنا وكنتمنى هاد القريصات هادو ينالوا اعجابكم ولا عجبكم اخواتي ما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد حلقه طويله بحول الله